هو يحفظ القوانين ويحفظ الملاحظات. القوانين والملاحظات هن سبب نجاحك. اثنين، العامل المشترك للأحرف دائما أخذه بأصغر أس. يعني شنو بأصغر أس أستاذ؟ يعني مثلا عندي أكس وأكس تربيع وأكس تكعيب، يعني هاي الأكس تربيع زين، آخذ الأصغر وحدة بهن هي الأكس. وضحت؟ عندي أكس تربيع وأكس تكعيب وعندي أكس أس أربعة، يا هي أصغر وحدة آخذ من الأس تربيع. تمام. ثلاثة، أفتح قوس وقسم كل حد في المقدار الجبري على العامل المشترك وناتج القسمة يكتب داخل القوس. وضحت. عند هنا سؤال يقول حلل كل مقدار باستعمال العامل المشترك الأكبر وتحقق من صحة الحل. هسه تحقق بسيطة، هاي ايش منطيني؟ منطيني 6 اكس تكعيب 1، 9 اكس تربيع 2، 18 اكس 3. ذني كلهن يقبلن علي من القسمة على 3. اذا خليتن على 6 ما راح يقبلن القسمة، لان 9 ما تقبل القسمة على 6، واضح؟ فلذلك كلهن يقبلن القسمة على من؟ على 3. زين، اخذت 3، هذا عامل مشترك. زين، يا هي الأسها أصغر واحد بيهن، الثلاثة لو الاثنين لو الأكس وحدها، طبعا الأكس وحدها، خليها خارج قوس. أفتح قوس، أردأ هاي الملاحظات كلها أردأ أنفذها اليوم، أردأ أشوف نفسي فاهمها لو ما فاهمها. شو أسوي؟ قال لي قسم كل حد وحد على العامل المشترك. 6 على 3 2، تمام. اكس تكعيب على اكس، شوف من يقول لك على باعتبار اختصر من عندها، ايش قد هنا أنا؟ اكس وحده راحت من 3، اكس بقت اكس تربيع، عافيه يا بطل. 9 على 3 استاذ بيها 3، عافيه. اكس تربيع على اكس بقت بس الاكس، عافيه يا بطل. 18، الاشاير تنزل نفسيتها هنا أنا. ما لك دخل بيها. 18 اكس على 3 اكس، 18 على 3 بيها ايش قد؟ 6، لان 3 في 6 يعطينا 18. اكس على اكس راحت الاكس ويا الاكس، فقط لبس هذا. ليش يقول لي تحقق؟ لان ممكن تحل بالتجربه، لازم اتحقق. شلون اتحقق؟ اضرب هاي في القوس كله، 3 اكس في 2 اكس تربيع يعطيني 6 اكس تكعيب، زائد 3 اكس في 3 اكس ينطيني 9 اكس، تمام. 3 اكس في ناقص 6، 3 في 6 18، في اكس 18 اكس. نفسيته لو مو نفسيته؟ نفسيته. اذا تحل بالعامل المشترك وليس بالتجربة. وضحت. ارجع للثانية واشوفها. 10، هاي مهمة. ليش مهمة؟ مفقود بها شيء واحد، وهذا الشيء جدا بسيط ممكن يعني الطالب يدوخ به. 10 ناقص 15 واي زائد 5 واي تربيع، كلهن يقلب لنا القسمة على اليمن. ال10 على اليمن تقبل القسمة على 5، وال15 ايضا تقبل القسمة على 5، وال5 تقبل القسمة على 5. زين، اخذ واي لو ما اخذ واي؟ هاي الشغلة اللي قلت لك عليها مهمة. اخذ واي لو ما اخذ؟ استاذ واحد يقول ناخذ. ليش ناخذ؟ مو هاي ال 15 بيها وال 5 بيها واي؟ ناخذ واي. واحد يقول لا استاذ ما ناخذ. ليش؟ لان عندي حد ما بي واي. عافيه يا بطل. اذا عندي حد ما بي اس، يعني ما بي متغير، ما اخذ متغير، مو شرط. واضح؟ انا المهم عندي انه لقيت عامل مشترك. فهسه 10 على 5 ايش قد بيها؟ 2. 15 على 5 بيها 3، الواي تنزل. 5 واي تربيع على 5، الخمسة راحت ويا الخمسة بقت بس الواي تربيع. وضحت؟ وضحت. حقق من صحة الحل، ايضا اضربهن. 5 في 2 10،
خمسة في سالب ثلاثة سالب 15 واي، خمسة في واي تربيع خمسة واي تربيع، هذا التحقق من صحة الحل. هسه العامل المشترك بسيط لو مو بسيط؟ اعتقد صار جدا بسيط. اوكي، عندي بالعامل المشترك خاصيات، واحدة اسمها خاصية التجميع وواحدة اسمها خاصية المعكوس. تمام، قبلهن عندي حل الكل مقدار باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك اكبر. ايش منطيني؟ منطيني العوامل طالعات وياها نقوس. حكي حلو، لكن هاي الاقواس مش شابهة. اخذ هذا القوس الاول واجمع العوامل، هذا الحل كله. شلون استاذ؟ عندي 5 اكس قوس اكس زائد 3 ناقص 7 اكس زائد 3. الاقواس هاي مش شابهة، مش شابهة، وقايل لي باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك اكبر. هذا الحد وهذا الحد، يعني هذا القوس وهذا القوس مش شابهات. عندي ذني عوامل مشترك بالاساس احنا نطلعيهم، اخذ هذا القوس وذن مجرد ايش فيهن؟ اجمعهن بقوس، المهن ببيت، وضحت 5 اكس وهاي ناقص 7 نزلتها. هذا حل الاولى. ناخذ الثانيه ونشوفها. يلا خلينا نشوفها. 1 على 2 واي ناقص 1، حكي حلو، زائد 1 على 3 واي تربيع، ما له دخل بيها، قوس افتح قوس واي ناقص 1، حكي حلو. يعني هسه هاي من قال لي باستعمال ثنائيه او ما قال لي، شي بادر الذهني قوسين ذن من الشابهات وخارجهم اعداد، حتى انا ما له دخل، قلت لكم انا الكسر بعد ما يخوفني ولا الجذر، لان فاهمين على ابعد الحدود. اوكي، فالواحد على 2 اعتيادي، اعتبره رقم اعتيادي. هسه شو اسوي استاذ؟ مش شابهات ذن الاقواس، ناخذ هذا القوس الاول نزله وذن الخارج الاقواس نجمعهن قولتك ببيت واحد. يلا اجمع لي اياها، بس هذا البيت راح يصير شويه اكبر لان بيه انكسر. 1 على 2 زائد 1 على 3 واي تربيع، هذا الحل. واضح لو مو واضح؟ واضح. زين، عندي هنا 2 خل نحلها جذر، قلت لك حلك واحده بسيطه، واحده بيها كسر واحده بيها جذر. جذر 2 ان فاتح قوس اكس زائد 1 ناقص جذر 3 ام فاتح قوس اكس زائد 1. اجي احللها، ناخذ هذا القوس نزلته، افتح قوس اجمع ذن اللي خارج الاقواس، بس اجمع حل. يعني شنو اجمع حل؟ احطهم بين قوسين، هاي وضحت. والقوس الثاني يهمل، عندك هذا واجب بيتي اريده من عندك طلابنا، هذا واجب بيتي اريده من عندك. اوكي، يلا عندي سؤال هنا يقول لي حلل كل مقدار باستعمال خاصية التجميع، بس خاصية التجميع. لاحظ هنا تستعمل خاصية التجميع في التحليل اذا كان المقدار شبيه جبري، يتكون منين؟ من 4 حدود. شو اسوي؟ اخذ كل حدين واخليهم بقوس، وبعدين نرجع للعامل المشترك باستخدام ثنائية الحد. شلون؟ هسه تعالوا وياي. عندي سؤال الاول، هذه الاولى شوفها، هذا الاولى 4 اكس تكعيب ناقص 8 اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص 10، كم حد؟ 4 حدود، كل 2 احطهم بقوس، حطيت يا قو يا هو 4 اكس زائد اكس تكعيب ناقص 8 اكس تربيع احطهم بقوس، حطيتهم زائد بيناتهم اشاره شنو؟ زائد، انزلها زائد. هذا 5 اكس ناقص 10 ايضا خليها بقوس. هاي علي من تقبل القسمه استاذ؟ هذه على 4 تقبل القسمه، عافيه، 4 على 4 بيها تقبل القسمه، 8 على 4 ايضا تقبل القسمه. زين، يا هو تاخذها الاكس تكعيب لو الاكس تربيع استاذ؟ انت قلت لنا ام الاس الصغيره ناخذها، يعني الاكس تربيع، عافيه،
4 اكس تربيع. يلا هسه شو نسوي استاذ؟ نفتح قوس ونقسم هذا القوس كله على العامل المشترك هذا. اتركني من ذيك، اتركني من عندها، ما لك دخل بيها هسه، بعدين نرجع لها. 4 اكس تكعيب على 4 اكس تربيع، استاذ يعطيني بس اكس، عافيه. 8 اكس تربيع على 4 اكس تربيع، الاكس تربيع راحت هي الاكس تربيع، 8 على 4 بيها 2، الاشاره تنزل نفسيتها، عافيه. الزائد نزلت. هذا القوس اجي احلله وحده. 5 اكس ناقص 10، شنو العامل المشترك مالتهم؟ استاذ الخمسه، الخمسه هاي 5 اكس تقبل القسمه على 5، وال10 تقبل القسمه على 5. انزلها نفسيتها، نزلتها. 5 على 5 اكس على 5 بقت بس الاكس، ناقص تنزل. 10 على 5 استاذ ناقص 100، 10 على 5 بيها 2، نزلت نفسيتها. هسه صار عندي، صار عندي شني؟ خاصية تجميع. يعني شلون؟ يعني باستخدام الثنائية اللي من ساعة استخدمناها. يعني شنو استاذ؟ ناخذ بس قوس واحد، عافية، لأن مشابهات الأقواس اي، ونجمع ما خارج القوس، نحطهن بقوس واحد. يعني هاي العوامل اللي طلعناها ناخذها، مساحة هو مطلع لياهن بالبسيطة، شفتوها؟ هسه لا، هو ما مطلع لياهن، انا طلعتهن ذن العوامل، شفتوهن شلون طلعتهن؟ الاربعة اكس تربيع والزائد خمسة، شفتوهن شلون طلعتهن؟ لان عند رباعية طلعتهن، عافية. ناخذ هسه جمعتهن، هاي انتهى الحل، لهنا انتهى الحل. ناخذ 2، 3 3 واي تكعيب ناقص 6 واي تربيع زائد 7 واي ناقص 14. سات كل 2 نحطهن بقوس. يلا استاذ، هذا ذن الاثنين خلينا بقوس، خليناها بقوس. وهذا بينات نشارب زائد، نزلنا الزائد بينات ننزلهن ايضا بقوس، نزلناها بقوس. نطلع من عندهن ذن الاوليات عامل مشترك ونقسم، وبعدين نروح للثانيات. يلا 3 واي تكعيب 6 واي تربيع، من هو العامل المشترك؟ استاذ الثلاثة تقبل القسمة على 3 والستة تقبل القسمة على 3، نزلها نفسيتها. من هي تاخذها؟ سادة من الاس الصغيرة الواي تربيع نزلتها، عافية، هذا عامل مشترك. شو سوى هسه؟ سادة هذا القوس كله قسمه عليه من على 3 واي تربيع على العامل المشترك اللي طلعته، بطل.